السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. صلى الله عز وجل أن يحفظكم جميعا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وفضيلة الشيخ شعبان درويش والشيخ سامي السرساوي وكل مرضانا، أمين يا رب العالمين، ويعافي الجميع. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ حسام جاد، أهلا ومرحبا شيخ الكريم. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. نعتذر عن التأخير، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، لكن إن شاء الله سيعوض معنا هذا الوقت بإذن الله عز وجل. ويعني كنت قبل أن آتي في دفن خالتي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يتجاوز عن سيئاتها هي وجميع موتانا وموتى المسلمين، وأن يلحقنا بهم على خير يا رب العالمين. وكفى بالموت واعظا، الإنسان لابد أن يتذكر هذه اللحظة أننا سنرحل وكلنا سيموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأستاذة أمنية تقول، أو أمينة، هل يجوز أن أبعد زوجي عن ابن خالي، أو ابن خاله، لأنه يعينه على معصية الله، ولا كده أشيل ذنب قطيعة الرحم؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ورسوله المصطفى، وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن به مهتدى واقتفى. أما بعد، فإن هجر العاصي أمر قد أتت به الشريعة، فله أن يهجره في الله سبحانه وتعالى، ولكن لهذا الهجر أحكام، ولهذا الهجر فقه، فينبغي أن تراعى هذه الأحكام، وينبغي أن يراعى هذا الفقه، فله أن يهجره مبينا له أن هجره إياه بسبب معصيته، وأنه متى يعني ترك هذه المعصية عاد إليه مرة أخرى. فهذا هو الفقه، أن يبين له سبب البعد، ولكن هو لن يعني يقطعه تماما، وإنما سيسأل عنه: السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالكم؟ وعليكم السلام، كيف حالكم؟ يطمئن عليه، يواصله بالسؤال، لكن لا يخالطه، لأن الصاحب ساحب كما يقول الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جليس السوء. وقد جاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وضعفه غيره: لا تصاحب إلا مؤمنا. ويعني طبعا نحن لا ننفي عنه مطلق، لا ننفي عنه الإيمان المطلق، ويعني لا ننفي عنه مطلق الإيمان، معذرة، لا ننفي عنه مطلق الإيمان، وإنما ننفي عنه الإيمان المطلق، يعني وليس بالدرجة الكاملة من الإيمان. فنقول له: صاحبه بالمعروف، بمعنى أنك تسأل عنه، أنك يعني تسلم عليه، بأنك تطمئن عليه، إلى غير ذلك. أما المخالطة والمعاشرة التي من خلالها يستطيع أن يؤثر عليه وعلى أخلاقه وعلى عبادته، فلا، لا ينبغي هذا. جزاك الله خيرا. ما هي أو ما علاج قسوة القلب والكسل؟ نسأل الله العافية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يلين قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قسوة القلب إنما تعالج بذكر الله سبحانه وتعالى. قال رجل للحسن البصري رحمة الله عليه: يا إمام، إني أشكو قسوة قلبي. فقال له الحسن رحمة الله عليه: أذبه بذكر الله، أذبه بذكر الله، يعني أذب قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى. فوالله الذي رفع السماء بالعمد، إن للذكر حلاوة، إن للذكر طعما جميلا يذوقه كل من عالجه وكل من مارسه، يذوق حلاوة هذا الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين. وكذلك بالمحافظة على يعني الأوامر، يمتثل الأمر ويجتنب النهي، يكثر من قراءة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا كان القرآن الكريم لو نزل على جبل لخشع الجبل وتصدع، فكيف بالقلوب
القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا قلوبا. إذن بذكر الله وقراءة القرآن الكريم وفي الخلوات أستاذنا الكريم. وهذا كلام عبد الله، كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من لم يجد قلبه في مواطن ثلاثة فليعلم أنه لا قلب له، وليسأل الله له قلبا عند ذكر الله وعند قراءة القرآن الكريم وفي الخلوات. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد في البعد عن الله سبحانه وتعالى يقسي القلب، على المرء أن يقترب من ربه سبحانه وتعالى. قلنا الصلاة في الخلوات والذكر والمناجاة وقراءة القرآن الكريم والدعاء دائما، الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يرقق قلبه، أن يرزقه قلبا رقيقا رقيقا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الجنة أقوام قلوبهم كأفئدة الطير، قال كثير من أهل العلم أي في رقتها، وقال كثير في توكلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا قسوة القلوب. آمين آمين يا رب العالمين. أخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحت أنا كنت عايز أسأل الشيخ على حاجة. هو أنا دلوقتي أنا منتقبة يعني، ووالدي متوفى وأخويا مسافر بالخارج يعني، فأنا لما بيجي لي خاطب أو كده بيقعد بضطر ان انا اجيب خالي، وهو خالي دايما ما بيبقاش فاضي يعني. هو حتى قال لي انا لو يعني ممكن اقعد معاكي مثلا مره خالي، وبعد كده انتوا ممكن مثلا تقعدوا بره انا وامي مثلا وهو وامه، نوع مثلا في مكان عام او كده، فدي صوره شرعيه يعني. وكنت عايز اسال كمان سؤال تاني، هو حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم، انا بكتب وراك. اتفضل. ماشي، سؤال تاني بس هو في الخطبه يعني، ان شاء الله لو ربنا اراد الامر وتم خطبه يعني. نعم. حدود الخطبه ايه؟ ان هو مثلا ممكن يبقى مثلا انا قاعده معاه ومنزله النقاب ونقعد نتكلم مثلا في وجود امي او خالي او كده، ولا هو يعني بعد ما يخطبني المفروض بقى ما يجيليش خالص او ما يحصلش بينا اي حديث يعني؟ هو اكيد مش هيبقى في تليفونات او حاجه، بس انا قصدي على حدود اللي هو ينفع يجيلنا البيت مثلا نقعد نتكلم وكده في وجود محرم ولا ايه؟ طيب، وجزاكم الله خيرا. وإياك. وعليك سلام الله وبركاته. أستاذ ياسر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصلت بحضرتك امبارح أستاذ أحمد. اتفضل. وشايفين الفاضل عشان وفاة والدتي. الله يرحمه. وما زالت الأسئلة بخصوص الموضوع ده عندي. بس رحمه الله تعالى. اتفضل. حضرتك تحدثت عن أدب زيارة المقابر وهل الدعاء يصل إليهم أم لا، والصدقة الجارية ومثل هذه الأسئلة. نعم تمام. أنا بس كنت نسيت أسأل إن هي آخر ثلاث أيام قبل موتها كان عليها صلاة لم تصلي لأنها ما كانتش بتتحرك خالص تقريبا، وكان فاتها ثلاث أيام صلاة، ففي أي حاجة أقدر يعني أعملها؟ لأن هي كانت دائما في الصلاة ما بتفوتش فرض يعني. والسؤال الثاني، طب هي كانت يعني ربنا يرحمها يا رب، كانت في غيبوبة ولا كانت عدم حركة فقط؟ لا، كان عدم حركة وكانت جت فجأة يعني، هي ربنا رحمها كانت زي الفل، بس فجأة كده نامت ما قدرتش تتحرك، وفي الفجر يوم الأحد توفيت رحمة الله عليها. نعم، الله يرحمها. السؤال الثاني اللي يا ريت شيخنا الفاضل يعني يجيبني عليه، هي الساعات الأخيرة قبل الفجر قبل ما تموت يعني خمس ساعات كده بالليل، كانت دايما مشغولة بالنظر لشيء معين، كان فيه زي نور كده في عينيها وبصة في السقف بتاع الأوضة شايفة حاجة وتبتسم يعني، أنا مش عارف إذا هل ده ملائكة حد بيبشرها بحاجة. يا رب بشرها الله بالخير. حاضر يا حبيبي، في أمان الله يا أستاذ ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمها وجميع موتانا وموتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. الأخت أمة الله منتقبة ورحمة الله على أبيها، وأخوها مسافر، خالها يعني كلما أتى يعني عريس ليتقدم إليها أو خاطب ليتقدم إليها، طبعا الرجل مش فاضي عشان يأتي على طول، ربما يراه مرة وبعد ذلك يقول لها ممكن أنت وأمك وأمه تجلسون في مكان عام. فهي تتكلم، هل هذه الجلسة شرعية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الخلوة، وهذه ليست خلوة،
فله أن يجلس معها بعد ذلك في وجود بعض يعني القريبات، ولو كنا نساء، وإن كنا يعني ليست من يعني كل امرأة من هذه ليست من محارمها، لأن المحرم لابد أن يكون رجلا، لكن هو المنهي عنه الخلوة. فإذا جلس مع أمه وأمها ومثلا خالة وكذا، فالجلسة قد حوت أكثر من امرأة، ويجلس مع أو أكثر من أحد، يعني ليس خاليا بهذه الفتاة، فيجلس معها ويكلمها. طبعا الكلام هيكون في ما يعني في من باب التعارف يعني. من باب التعارف، وايضا في الاتفاقات، يعني نتفق على كذا، انا من صفاتي كذا وانت من صفاتك كذا، وده طبعا ده كله تقديرا للظروف، ان احدا يعني لن يستطيع ان يجلس معها في كل مره، فهذه الجلسات لا شيء فيها، والله تعالى اعلى واعلم. ولو كانت في البيت، يعني لا يشترط ان يكون في مكان عام، لو جاء الى بيتهم في وجود والدتها ووجود خاله لها ووجود والدته ووجود خاله كما سالت، يعني هذه الجلسه لا شيء فيها، الكل يلتزم اداب الجلوس ويجلس ويتكلم معها، والكل يسمع الكلام وهي تسمع كلامه وترد عليه. ثم بعد ذلك هي تسال ايضا وتقول، لو السؤال الثاني، طيب طب لو تم الجلوس الاول خلاص خلصنا، انتهينا من السؤال الاول. السؤال الثاني، هي منتقبه، هل لها ان ترفع النقاب ان شاء الله تعالى، يعني رئيس الله ان يرزقها الزوج الصالح، اللهم امين يا رب العالمين، بعد الموافقة وتمام الخطبة في كل مرة أن ترفع أمامه النقاب، أم النقاب يرفع في المرات الأولى أو المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة هذا، وفي البيت أن يأتيهم، هل له أن يأتيهم في وجود محرم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فالزيارة لا شيء فيها في وجود محرم، يذهب للزيارة وللتعارف، ويعني يتعرف عليه أهلها ويتعرف هو على أهلها، لأن ده هيبقى نسب بعد ذلك، ده أحرى أن يؤدم بينهما، وأحرى أن تستمر الحياة بهذا التعارف الطيب الذي يراعي فيه كل يعني كل منهما آداب الإسلام وتعاليم الإسلام، فيذهب إليها. أما خلع النقاب في كل مرة فلا، إذا تمت الخطبة ووافق عليها وعرفها ووافق عليها وتم أمر الخطبة خلاص لا ترفع النقاب، لأنه ما زال أجنبيا عنها، ما لم يعقد يعني، ما هو خلاص ما فيش عقد الآن، لو عقد خلاص مش هيبقى إذا أجنبي. عقد صارت امرأته، لكن ما لم يعقد عليها هو أجنبي عنها. لكن طب ليه بيجلس معه أجنبي عنها؟ اللي في بينهما صلة، ده دلوقتي في خطبة، وهذه الخطبة سيترتب عليها بعد ذلك عقد طبعا، لكن ما فيش تليفونات لا وما فيش الكلام ده، هيبقى بينهم الزيارة هذه في وجود محرم طبعا دوت ليس فيه شيء. طب إذا لم يتوفر المحرم كما تذكر أختنا الكريمة، يجلس في وجود من ذكرت من الايه من النسوة، ثم بعد ذلك بعد هذا الاتصال تفضل ناخذ الأستاذ عاصم ونرجع لموضوع التليفون برضه. نعم. السلام عليكم يا أستاذ عاصم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. ممكن عن فضيلة الشيخ سؤال؟ تفضل حبيبي. نعم. أنا عندي بنت لمحظة اتجوز لها شهرين دلوقتي. ابنتك ما بها يا أخي؟ نعم. حضرتك بتقول عندي بنت إيه؟ اتجوزتها بقالي شهرين. ما شاء الله. جوزها عمل حادثة من يومين توفى. الله يرحمه، يعني بعد شهرين توفاه الله. توفى الله، عمل حادثة وتوفى. إن لله. فدلوقتي عايز أسأل، تقعد في بيت جوزها الأربع أشهر وعشرة أيام ولا أجيبها عندي بالبيت؟ حاضر. ربنا يرحمه ويغفر له. في حمل ولا حاجة يا عم الحاج ولا؟ لا مفيش حمل. لا. طيب. يعني أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله من الشهداء، آمين يا رب العالمين، وأن يصبرها وأن يخلف عليها. حاضر شيخنا يجيبك. حاضر يا عم عاصم، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الهاتف. نعم. تعرف أن الهاتف ده ممكن يعني بين الرجل والمرأة والخاطب والمخطوبة ممكن يفتح أبوابا كثيرة من أبواب الشر. نعم. إلا أن يكون بضوابط معينة وفقا للشريعة الإسلامية. نعم شيخي كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فلا شك أن الشريعة إنما تسد دائما الذرائع، الشريعة تسد كل ذريعة يعني يتسلق المرء من خلالها إلى فعل محرم، وسدت أبوابا كثيرة، وهي إن كانت في ذاتها يعني غير محرمة إلا أن الشريعة تحرمها لما تفضي إليه غالبا.
ومن هنا أفتى كثير من العلماء بعدم جواز أن يتكلم الخاطب مع مخطوبته في الهاتف، ولكن إن كان الكلام أمام الناس والكل يستمع وكذا وكذا ويكلمها لضرورة فلا شيء في ذلك أبدا، لحاجة أو لضرورة بحدود ولا يتعدى حدوده، وتكلم بأدب وتكلم في المطلوب، كل ذلك لا يأخذ إثما عليه، إن جاوز ذلك أثم ولا شك. تمام. طبعا إن جاوز ذلك ضع تحتها مئات الخطوط. نعم طبعا. لأن هناك من يتجاوز بشكل غير عادي، مجرد أنها أصبحت مخطوبته أو خطيبته يعني حدث ولا حرج في دنيا الناس إلا من رحم ربنا عز وجل، ربما الحديث يعني يصل إلى قرابة الفجر أو بعد الفجر كمان يعني. هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، هو مما لا شك فيه اللي أنا بقول في الأصل ما فيش كلام يعني ما تتكلمش، لكن أنا بتكلم لو في حاجة أو ضرورة تتكلم وهيبقى في الحدود. ليه بقى؟ أنا في الأول يعني ماذا سيقول لها؟ يقول لها إزيك، بعد كده عاملة إيه، طب هيفضل في كل مرة يقول لها بد أن يزيد كلمة، أن يزيد كلمتين، في كل مرة سيرتقي الحديث، وإن يعني صحت العبارة وسيتسفل الحديث لا أن يرتقي، لكن هيرتقي في الشر، يعني يفضل يتصاعد 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 إلى أن يصل إلى ما لا تحمد عقباه، نسأل الله السلامة. نعم، جزاك الله خير. أخونا ياسر أسأل الله أن يرحم أمه، اللهم آمين يا رب العالمين. يقول إن الوالدة رحمة الله عليها كانت تصلي طبعا الحمد لله، لكن في آخر 3 أيام من حياتها لعدم استطاعة الحركة يعني تماما ما صلت هذه الثلاث. فماذا يفعل أستاذ ياسر أو يعني ذووه لأمهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فليس على أمهم شيء أصلا حتى يفعلوا شيئا، لكنهم طبعا مطالبون بالدعاء والاستغفار للوالدة من عموما، ولكن من أجل هذا لا وليس علي شيء، لأنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما جعل على عباده من حرج، سبحانه هو الكريم الجواد العدل سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر سبحانه وتعالى. والقاعدة تقول، لا واجب مع عجز، وهي كانت عاجزة لا تستطيع، هي أصلها العادة أن تصلي. الإنسان قد يصلي بعينه بقلبه بلسانه، ده كلام لبعض الفقهاء، لكن يعني هذا الكلام لا دليل عليه في الحقيقة، وإن يعني استدلوا بالعمومات كقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن من قال أنها تصلي بعينها وتومئ وكذا يعني هذا الكلام ليس عليه دليل خالص، لكن هي لا تستطيع قياما ولا تستطيع ركوعا ولا تستطيع إيماء ولا كذا، سقط عنها هذا، سقط عنها لمرضها شديد. حتى لو كنا بذلك هي لم تكن تعرف أو لا تستطيع، يعني الذي يبدو من السؤال أن والدته كانت عاجزة تماما عن أي حركة وعن أي صلاة، وإلا فهي في الأصل كانت من المصليات وكانت من اللواتي يصلين، لكن برضو فتح الله لك أن احنا نفتح باب للمرضى، لأن بعض المرضى يظن أنه إذا يعني اتعب شوية الصلاة سقطت من عليه، لا يصلي ولو جالسا ولو قائما إلى آخره. في تليفون ولا شيء؟ لا انقطع الاتصال. نعم. يعني اللي هو يصلي طبعا متى استطاع إلى ذلك سبيلا، إن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدة، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب أو مضطجعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى عجز تماما عن الصلاة فقد سقطت عنه. نعم. إذ لا واجب مع عجز، يعني هنا قد يدخل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني يعني الذي كان يعمل هذه الأعمال الصالحة وقت القدرة وقت الاستطاعة، عندما تغيب عنه القدرة وتغيب عنه الاستطاعة أجره موصول، لأنه كان يعني في زمان صحته وعافيته كان يقوم بهذه العبادات من الصلاة والصوم وهكذا، فلما يكون هناك عذر عداد الحسنات يكون مستمرا، يكتب الله له من الأجر، يكتب الله له أجر ما كان يعمل وهو صحيح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أيضا أستاذ ياسر عن أمه رحمة الله عليها، في الساعات الأخيرة كانت قبل يعني قبل موتها تنظر لشيء كانها تنظر لشيء معين، فيريد يعني هذه النظرة ما معناها، يعني كانها تنظر في المطلق كده شيخ. نعم. الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فإن كانت هذه يعني ساعة خروج الروح فإن البصر يتبع الروح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن جميع خلق الله مجبولون على أن الله سبحانه وتعالى فوق، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، أي على السماء في العلو المطلق سبحانه وتعالى، فلعل بصرها وقلبها يتوجهان إلى الله سبحانه وتعالى يسألانه ما يسألانه. نعم، مما يخفى علينا نحن، كأنها تناجي ربها، تناجي ربها سبحانه وتعالى. صلى الله أن يعفو عنا جميعا، اللهم أمين رب العالمين، وأن يغفر لجميع موتانا، اللهم أمين. الأستاذ عاصم أسأل الله أن يغفر لزوج ابنته
توفي بعد شهرين من الزواج، فهو يسأل عن العدة، هل عدة المتوفى عنها زوجها مثل هذه الأخت الفاضلة، صلى الله عز وجل أن يحفظها، تكون العدة في بيت زوجها أم في بيت أبيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فلي ملاحظتان سريعتان قبل الجواب على عن هذا السؤال. تفضل. الملاحظة الأولى، يعني أنا ألاحظ أن كثيرا من الأسئلة الواردة علينا الآن في الوفاة، فنسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا. أنا جاي بقول لحضرتك من المدافن، أنا جاي من المقابر. يعني رحم الله يعني خالتكم ويعني وجميع موتى المسلمين أجمعين. آمين. وهو الموت حق. يعني والله أنا ألاحظ هذا الآن أكثر الأسئلة، سبحان الله، مع الحالة التي عندك يعني. فيعني لعلنا نتعظ جميعا، ولعل يتعظ يعني كل والله من يشاهدنا الآن. فالموت حق، والإنسان يعني كل مفرط عند الموت يندم ويود أن لو تركه الله لحظات يسيرة، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. الذي يريده لم يقل اتركني عاما أو عامين، لولا أخرتني إلى أجل قريب. طب ما أنت عشت 60 وعشت 65 وعشت 50 عشت كذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى والله أن يجعلنا من المتعظين الذين ينتفعون بالعظة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الملاحظة الثانية يعني، وأنا أشهد لك بها على الهواء مباشرة، أن السائل حين سأل عن أن يعني ابنته قد توفي زوجها، حضرتك سألت وقلت له يعني هل هي حامل، لأن عدة الحامل تختلف عن عدة غير الحامل، وهذا من الفقه. أسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياك من الفقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هاتان هما الملاحظتان. أما الجواب عن السؤال فأقول نعم، تقضي عدة الوفاة في بيت زوجها لا في بيت أبيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، أي يقمن في بيوتهن، أي في بيت الزوجية، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فتقضي هذه المدة في بيت الزوجية إلا إذا دعت ضرورة أو ترتبت مفسدة على ذلك. نعم. لأن أحيانا كثير من الشباب يسكنون الآن في مساكن إيجار جديد. نعم. ممكن دي تبقى ضرورة. خلاص ادعي أنه هتقعد تدفع 1000 و2000 في الشهر، وهي كده هترجع إلى تتركه يعني. ستعود إلى بيت أبيها مرة أخرى. نعم. فهذه قد تكون هي الضرورة. نعم. أستاذة هاجر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أيوة أستاذ أحمد. تفضلي يا أستاذة هاجر. انا عايزه الشيخ حسام جاري يا استاذ احمد، انا عندي سؤالين. هو امامي الان، تفضلي. طيب يا استاذ حسام، استاذ احمد، والدي كان تعبان وكان بيصلي على طول. لما كان بيصلي على الكرسي وكنا نخليه يصلي على الكرسي يقول لا، كان يرفض الصلاه على الكرسي. الله يرحمه. على الكرسي. نعم، ربنا يرحمه. كان بياخد بالعزيمه. نعم. يعني الوالد الكريم، انا يعني انا فهمت السؤال ان هو كان يعني يصلي ويعني وهو مريض وفي قمه المرض، وياتون بالكرسي ويقولون له صلي على الكرسي، يقول لا. نعم. انا اصلي وانا واقف، يعني ياخذ بالعزيمه. نعم. رحمه الله عليه. وطبعا ده مش السؤال، لكن ندعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله عز وجل من أهلها، من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين. أستاذ شريف النحاس يسأل على صفحة البرنامج، ما علاج عدم تعظيم حرمات الله؟ سؤال خطير. نعم. في بقى في جرأة على عدم تعظيم شعائر الله وحرمات الله عز وجل، وبقى الحرام إلا من رحم الله بقى مستساغ عند الكثيرين إلا من رحم ربنا عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فإن ما ذكرتموه مما عمت به البلوى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. آمين آمين. لن يعني يتقدم هذا المجتمع، ولن يقود هذا المجتمع الإسلامي سائر المجتمعات إلا إذا جعل قدوته سيدنا رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. إلا إذا جعل قدوته سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة كل مسلم، قاد المجتمع الإسلامي سائر الأمم. ولما رأيت هذا أستاذ الكريم، هذا سؤال كما وصفتموه، سؤال كبير جدا.
يكمن أو نستطيع أن نلخصه في الآتي: عدم تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى سببه قلة الإيمان وقلة الوازع الديني، قلة الوازع الديني. وهذا أيضا مترتب على أن معاول الهدم في هذه الأمة لا تكاد تحصى وتوشك ألا تستقصى. أفلام ومسرحيات ومسلسلات ومباريات وبرامج محددة لها أهداف ولها يعني طرق ولها منهجية في إفساد الناس وفي إبعادهم عن الله سبحانه وتعالى. والناس ينظرون إليهم في الأصباح وفي الأمساء ليل نهار ويستمعون إليهم ويشاهدونهم. صارت المعصية بين كثير من الناس هناك في إلف بإلف المعصية وتعود إلف المعصية. هو يرى العري والأمر عادي. لما صار كده؟ نعم. بسبب تكراره، خلاص استقر، يعني هو أمر بيتكرر. ليس وجود الذنب أول مرة يعني كوجوده عاشر مرة، كوجوده في المرة العشرين. يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال ابنه بلال: والله لنمنعهن. لإعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ليه؟ قال: إذن يتخذنه دخلا. الدخلاء اللي هو يعني كل انا 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 خارجه، رايحه فين؟ رايحه الجامع، جايه منين؟ من المسجد. هيبقى حجه للي هي لخروجها كثيرا من البيت. وطبعا ما احدثته النسوه بعد النبي عليه الصلاه والسلام كما قالت السيده عائشه كما في صحيح مسلم: والله لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثت النسوه بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل، ولنا تكمله بعد الاتصال بمشيئه الله. جزاك الله خيرا. استاذ عاصم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايز كان سؤال كده. اتفضل يا فندم. البيت، بيت الزوجة مع بيت أبوه، يعني جار بعضهم الاثنين في بيت أبوه، ماشي، فيه شباب، لماذا أخوات اثنين؟ ما دي ممكن تبقى الضرورة اللي قالك عليها الشيخ حسام يا عم عاصم. أخوات اثنين، واحد في الجيش واحد في الكلية. أنا أضمن من إيه مثلا؟ يعني الفتنة طبعا الواحد ما يقدرش عليها، ماشي، أما تبقى قاعدة في البيت، حد في البيت، في هناك شبان، شاب في الجيش وشاب في الكليه، رجال يعني. نعم. اخوه المتوفى. فهو هنا قد تكون ضروره، حضرتك قلت الا لضروره، فالشيخ اجابك يا عم عاصم. او لمفسده انت، او لمفسده، فانت هنا تخشى الفتنه. فخلاص، ما هو الشيخ اجابك، فانت هنا الضروره وتخشى المفسده والفتنه، فساعتها تكون في بيتك. تكون في بيتك ان شاء الله، والشيخ اجابك، ولكن يعني جملة كانت حمالة لوجوه ومعاني. حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ أحمد، أنا كنت قبل كده حضرتك سألت الشيخ شعبان عن واحدة كانت ساعدت أخوها عن طريق نسايبها. أي نعم. بس كانت ما رضيتش تقول طبعا لنسايبها، لأن ده أخوها واحرجت منهم طبعا، هم من الحاحة قالت له واحده تانية. نعم، قالت ان المساعده لاخرى واعطت المال لاخيها. السؤال ده. اي نعم. والشيخ يوم قال لي ان انا ايه كده، يعني يعني ضحكت عليهم، يعني بمعنى صح، بس انا ما كنتش. هو قالك عرضي من البدايه يعني ايه؟ نعم. حضرتك يعني وانت في البدايه قولي لهم في حد محتاج وكده، بدل ما كنت تقول لهم اخويا وبعد كده تقول لهم لا هو بقى كويس، وبعد كده تقول لهم بعد شويه ده في واحده هي اللي محتاجه، وانت تقصدين ده هذا اخاكي، وهكذا في حاجه اكبر. نعم، يعني فضل. هم دلوقتي بعتوا لي مساعده شهريه، بس طبعا هم مش على اساس ان اخويا، ان اساس اخوها يعني، فانا مش عارفه اعمل ايه في المساعده دي. اخوك يحتاج؟ محتاج اخوها. اخو الاخت، اسف، مش اخو الاخت، محتاج. محتاج. طيب يعني مرتبه قليل. مرتبه قليل ومديون، وعنده يعني في المدرسه اتنين، ومصاريف الدروس طبعا والمدرسه حضرتك عارف، ومرتبه قليل، مش طيب. مش مساعده. طيب حاضر. فانا مش عارفه، وبعدين انا استغفرت ربنا على اللي انا عملته قبل كده، هل كده ربنا سامحني ولا لا؟ انا اول مره اعمل حاجه زي دي، وندمت قوي بعد ما الشيخ شعبان قال لي، مش عارفه بصراحه. خلاص، النيه كانت طيبه والشيخ جاوبك وقال لي كان المفروض تعرضينا تعرضي بالقول، ولكن الشيخ حسام ان شاء الله هيقول لك تعملي في الشهريه دي. وربنا يوسع على هذا الاخ وعلى جميع المسلمين، امين يا رب العالمين.
شكرا على اتصالك يا أمة الله، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الأسئلة مع الشيخ الكريم. لا بس احنا ما كناش أكملنا. أما كمل. طب أكمل. طيب الله يبارك فيك. فيعني المقصد أن سيدنا عبد الله بن عمر حين قال له ابنه بلال والله لنمنعهن، وليس قصده أبدا أن يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما شوف قال والله لنمنعهن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهو يقول والله لنمنعهن، فكبيرة. فقال عبد الله بن عمر وسبه سبا عنيفا وقال له والله لا كلمتك أبدا، فما كلمه حتى مات. وكذلك عبد الله بن المغفل لما مر على ابن أخي له وهو يخذف اللي هو الرمي، فقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يكره الخذف، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكن يكسر السن ويفقأ العين. ثم تركه وعاد فوجده يخذف، فقال له أقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أو ينهى عن الخذف وتفعل؟ والله لا كلمتك كلمة، فما كلمه بعدها أبدا. والقصص كثيرة جدا في هذا. الذي أريد أن أقوله أستاذ الكريم، كل ذلك بسبب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. اليوم يسمع كل الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، رواه البخاري ومسلم في صحيحين. طيب الله يبارك. طب كويس دينا هنجاوب عليه. يعني بعض الشباب ده كمان، ده بقى في شباب يعني أعوذ بالله اللحية كثيفة، ومش بقول أعوذ بالله من اللحية، نعم، وتجده يعني يأخذ الشعر من الجانبين، هي بقت موضة منتشرة دلوقتي، نعم، وشعره يعني شكله من الأمام ببشاعة، وهو مش مربي لحيته هدي للرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي الموضة كده بالضبط. هو شاف فنان كبير في أجنبي أو مصري أو حتى عربي، دي هيئته، نعم، لحية، نعم، وقزع وهكذا، والصورة دي بقت منتشرة، ويمكن شباب كتير في الجامعات يكونون بهذه الهيئة، نعم. نعم. طبعا يعني فتح الله لك، يعني أنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع هو أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، ده القزع اللي هو الصورة اللي حضرتك وصفتها التي انتشرت، وأنا لا أظن أحدا من المشاهدين تخفى عليه هذه الصورة، فإذا ركب المترو ركب المواصلات ذهب إلى أي جامعة من الجامعات يجد الصورة بانتشار. لما كانت اللحية سنة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يحدث الكلام، لا هذه جاهلية، لا نريد أن نتخلف، التشدد والتخلف، وكأن يعني أنا إذا خلعت هذا القميص أو إذا حلقت لحيتي أنا صرت متقدما وحاجة عظيمة خالص، أما لو ظللت هكذا فأنا في تدن وتخلف، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة. طيب لما جاءت عن رجل غير مسلم رجل كافر، ما الذي حدث؟ أطلقها الشباب، صارت شيء، ده شيء جميل خالص، وشيء وده منظر متحضر وشيء جميل، يرتدي التيشيرت. أنا يعني وللأسف بقى نجد من يدخل المسجد يعني ما زال فيه خير، يأتي إلى الصلاة وبهذا الشكل، يعني كما ذكرتم يحلق شعره من الجانبين ويترك شيئا من فوق، واللحية الطويلة مع الشنب أيضا الطويلة والشارب يعني الطويل، ويدخل بتيشيرت، هذا التيشيرت إذا سجد ظهر ظهره مع يعني شيء من عورته، فهذا لا يجوز أبدا. ننبه الشباب أن هذا لا يجوز، لأن إبداء العورة مما يفسد الصلاة بلا شك. فيعني تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في القلوب، كيف اللي احنا نقترب من الصالحين، اللي احنا نعلم وعيد الله ونعلم وعد الله سبحانه وتعالى. اقرأوا يا شباب عن الجنة وماذا أعد الله تبارك وتعالى للصالحين، وأي شيء في الدنيا يساوي أن نخسر الجنة من أجله. طب واقرأوا أيضا عن النار وماذا أعد الله سبحانه وتعالى للعاصين، وما الذي يعني في الدنيا يجعلنا نستهون عذاب الله سبحانه وتعالى. رحمة الله على الألبيري إذ يقول في تائيته ولا تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديدة، فكيف وأنت آدمي ذو لحم ودم، واللحم إذا باشر النار أو إذا باشرته النار كان له شواء، نسأل الله السلامة، ولو كنت الحديدة بها لذبت. فأرجو أن تنفع هذه الكلمات في شأن من يتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. أم حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. اتفضل. حضرتك انا من الصعيد، متجوزه هنا في القاهره بقالي شهرين، بس اسم حمزه ده يعني كنيه ليا يعني. ف دلوقتي معايا انا عمتي قاعده معايا في البيت، فمعاها جوز عمتي، فجوزي انا مش راضي يخليني اكلم جوز عمتي ده خالص،
نهائي. وعمتي قالت لي ان جوزي هيطلبني بسببك، وهو جوزي قال لي طلاقك على ان لو كلمتي جوز عمتك دوت، وانا دلوقتي محتاره بين الاثنين بين عمتي. طب انا ممكن اتخيل يا ام حمزه زوجك ممكن يقول لك كده غيره، زوج عمتك هيطلقها ليه؟ عشان انت ما بتكلمهوش؟ عشان انا ما بكلمهوش. طب ذنب عمتك ايه؟ بيحصل مشاكل كتيره بين عمتي وجوزها بسببي. انا دلوقتي لما بطلع ومثلا اخش مثلا اقول سلام عليكم لعمتي ما بكلموش، هو لان انا جوزي جاي لي ما تكلموش، اقف اكلم عمتي مثلا ولا حاجه فهو يقعد يقول هي مش معبراني هي كذا، يعني فبتحصل مشاكل كتيره بين واضح واضح خلاص. ماشي يا ام حمزه، فامن الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورزقك الله بحمزه يا ام حمزه. نعم الاخت هاجر، مساله ان الوالد كان ده احنا سؤالنا لم يكتمل يا استاذه هاجر. عم عاصم يعني هل ياخذ ابنته الى بيته؟ خلاص هذه ضروره خوفا من هذه الفتنه، خاصه ان البيت فيه شباب. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد فإنه يأخذ نعم ابنته إلى بيته وتقضي العدة عنده، لأن ثم يعني مفسدة قد تقع في لوجود هذين الشابين، والقصص التي تروى في هذه الأمور كثيرة. نعم. جدا، فخوفا من المفسدة ودرءا لهذه المفسدة يأخذها إلى بيته. نعم أمة الله كانت اتصلت منذ فترة ليست ببعيدة يعني، وكان طبعا شيخنا الحبيب الشيخ شعبان درويش شفاه الله وعافاه، ربنا يشفيه. الله عز وجل يعني أن يكون معي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. سألته عن أنها أو امرأة أخرى قالت أن لها أخ محتاج لأسرة، يعني في مصاهرة بينهم أو نسب بينهم. نعم. والناس يعني قالوا خلاص هنساعد، فقالوا كسفت مستحت وقالت لا ده الحمد لله بقى كويس. شوية ورجعت وقالت إيه ده في واحدة تانية هي المحتاجة وتعني أخاها. فأرسلوا معها تقريبا 1000 جنيه. ويبدو أنهم يعني جعلوا هناك يعني أو أرسلوا معها مساعدة شهرية لهذه الأخت التي ذكرتها وكانت تعني أخاها. نعم. تمام. وأخوها محتاج، أو أخو هذه الأخت أو التي تسأل عنها محتاج ديون وعليه دروس ومدارس وراتبه قليل وما شابه ذلك، ربنا يوسع عليه. هل تأخذ هذه الشهرية وتعطيها لأخيها أم تمتنع، أم ماذا تفعل شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. فهذا السؤال فيه شقان. الشق الأول كلام هذه المرأة معهم بأن هذا أخ لها ولا ليس بأخ لها إلى غير ذلك. لا ده واحد وفي كل الأمور كانت نيتها أن تساعد أخاها. نعم هذا شق. الشق الثاني دفع هؤلاء الناس المال لها لتعطيهم. الشق الأولاني هي طبعا يعني تصرفت خطأ بلا شك، أنها يعني قالت ليس بأخي وهو في الحقيقة أخوها، ده طبعا خداع أو يعني وهو يعني شيء من الكذب، وإن كانت فعلته استحياء أو إلى غير ذلك. الشق الثاني وهو المهم الآن بقى، اللي هو الناس الذين دفعوا المال، إن كان يغلب على ظنها أن الناس إنما أرادوا فعل الخير، وده الواضح من السؤال أن الناس إنما أرادوا فعل الخير، سيعطونها لاخيها او لغير اخيها. لا هو ده اللي انا اقصده. ناخذ ام محمد. ام محمد وانا اتكلم في الشق الثاني ان شاء الله. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذ احمد؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا ومرحبا. انا اتصلت بحضرتك امبارح والله، انا حضرتك واضح ان انت فهمتني غلط لما علقت على اتصال الاخت اللي اتصلت كذا مره وقلت ان انا اتخطت حقيقه وكده. انا والله لم اقصد الاساءه لحضرتك ولا الاساءه للقناه خالص ولا لا خالص، انا ما فهمتش كده خالص. لا والله خالص. لا والله معلش انا حسيت ان انا حضرتك وانا والله من امبارح وانا بص يعني. لا يا ام محمد كلكم اخوات فضليات والاخوه اخوه افاضل وربنا يحفظكم جميعا. لا والله لم اخذها على نفسي ولا على الشيخ ولا حتى على القناه خالص. لا 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 وإنه لحب المقصود هنا لحب الخير الخير لا شديد. نعم. في سورة العاديات إيه المقصود هنا بالخير؟ وفي سورة اللهم صل على النبي في سورة المعذرة في سورة صاد برضو الخير اللي هو في قصة إني أحببت إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. بالضبط كده، ما معنى الخير هنا وما معنى الخير هنا؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله يا أختنا، والله فعلا
جزاك الله خيرا. طبعا شعور نبيل وطيب، لكن نحن نحسن الظن بكم جميعا، ودايما اقول جمهور او مشاهده ومشاهدات قناه الندى جمهور محترم. اه والله مش مجامله، ومش عشان انا بكلمكم دلوقتي، انا ظني بكم هذا، يعني احسبكم على خير ولا ازكي على الله احدا. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا جميعا. اللهم نعم شيخي الكريم. الشق الثاني. الشق الثاني، نعم. هل تاخذ المال منهم وتعطيه لاخيها؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فالظاهر أنهم إنما أرادوا الخير، وليذهب هذا المال إلى من يذهب إليه. الخطورة أنهم إن قصدوا أحدا معينا بالمال ثم غيرت أنا هذا المال إلى مصرف آخر، هذا لابد من الاستئذان، لابد من الاستئذان. أما إذا دفع إلي ناس أموالا وأرادوا الخير وأرادوا يعني أنت اذهب بهذا المال، هذا المال خرج منا لله، فليذهب إلى يعني من تشاء ممن يستحق، استأمناك على هذا، وهذا هو الواضح، وليس بينهما بين من سيعطونه هذا المال أي شيء. فهو أعطوا المال لهذه المرأة، يعني سواء كان أخاها، سواء كان غير أخاها أخيها، فهذا الأمر لا شيء فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. تمام. وبعد ذلك إن كان لابد أنها ستفعل هذا، تعرض في حالة أمامي، في ظرف عند بعض الناس أنا أعرفهم واثق فيهم، عندهم ضائقة، نسأل الله العافية، وهكذا وهم يثقون فيك والحمد لله رب العالمين، وكذا كذا أنت مستأمنة على هذا المال، وإن شاء الله سيصل أو يكون معك في أمان بإذن الله عز وجل. أم حمزة من الصعيد ومتزوجة من شهرين في القاهرة، ربنا يرزقك بحمزة يا أم حمزة. اللهم المشكلة في مسألة الغيرة عند الزوج، يعني إيه لا تكلمي زوج عمتك، ويبدو أن البيت فيه العمة وزوج العمة وكده. طب حاضر لعلي كان في اتصال وانقطع. هذا يقول يعني طلاقك بسبب مش عارف إيه، ودي يعني المسألة مترتبة ان عدم كلامها لزوج عمتها مضايق الرجل. نعم. ويبدو ان هو بيقول لعمتها يعني كده ممكن يطلقها يعني كده، والزوج برضو مهددها او مخوفها بالطلاق. نعم. ان ما تكلميش زوج عمتك. نعم. تعمل ايه هذه الاخت الطيبة الفاضلة؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فقبل أن أذكر ماذا تصنع، أولا يجوز للزوج أن يحكم على امرأته ألا تكلم زوج عمتها، هذا حقه، هو زوجها ولا يريد لها أن تتكلم فلانا من الرجال، لا تتكلم معه، ولماذا تتكلم معه؟ خلاص هذا أمر له، يعني لو قالت السلام عليكم يا زوج عمتي كده كلمته؟ كده كلمته، نعم كده كلمته، شرعا كلمته، يعني هو لو أوقف الطلاق كلام، يعني مثلا مسألة، لو قال رجل لو كلمت فلانا فزوجتي طالق، فقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا كلام، خلاص زوجته تطلق عند كل الفقهاء الذين يأكلون بالطلاق المعلق، طبعا يعني إلا الذين يأكلون بالطلاق المعلق. لكن على كل حال طبعا ده كلام، هو لا يريد هذا، هو خلاص ربما أستاذنا الكريم هو لاحظ شيئا عنده شيء، المهم أنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. طيب هي ماذا تصنع؟ لا تكلمه، لكن العجب في تصرف زوج العمة هذه، هو مال يعني واحده ما بتكلمكش، انت زعلان ليه؟ بالضبط كده يعني. بالعكس، المفترض اللي ما تكلمنيش انا، وانا هنقص حته لما ما تكلمنيش، ده المفترض يعني، لو لما يزعل يقول هذا الكلام، ويمكن مع الايام هو يرى يعني ان بينهم من ده اسره واحده وبينهم من الحب والموده، وان هذا ربما يكون رجلا كبيرا في سن ابيها، وهم في الاول كده ممكن يكون له غيره شديده، لكن ما زالت تستوي الامور. الغربال الجديد له شده مولانا. لكن ما يعني هو لو استوت الامور يعني هو لسه ما زالت شابه وهو شاب، ففي غيره زائده، بعد كده السن لما بيكبر الدنيا بتهدأ شيئا فشيئا، فتح الله لك. احنا بنقول في غيره زائده مش غيره محموده، لان الغيره المحموده تظل مع الانسان طبعا الى ان يموت. لو ما بقاش غريب هيبقى حاجه ثانيه. نعم. ناخذ استاذه ميرفت ونعود الى موضوعنا ان شاء الله. استاذه ميرفت السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي تفضلي. ايوه يا فندم، مع حضرتك. نعم انا منتظر كلام حضرتك، اتفضلي يا فندم. ماشي يا فندم. هو انا حضرتك دلوقتي والدتي كانت حلفت حلفان كده ووقعت فيه، وهي دلوقتي مفروض عليها كفارة. ماشي الكفارة. طيب حضرتك دلوقتي هي الكفارة دي تصومها ايام متتالية ورا بعضها، ولا ممكن اثنين وخميس من كل اسبوع؟ حاضر. هي الام الفاضلة ممكن يعني تستطيع الاطعام ولا الصيام على طول؟ لا عادي، ممكن الصيام على طول ان شاء الله. طيب الاطعام او الصيام، لكن في قدره على الاطعام؟ ان شاء الله. ايوه يا فندم. طيب
وهناك قدرة على الإطعام. حاضر. طيب ماشي. فأمان الله يا أستاذة، يا أستاذة ميرفت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، مسألة الغيرة المحمودة تبقى طبعا مع الإنسان، وإلا هيتحول لشيء آخر، نسأل الله العافية. لكن أنا أتحدث عن الغيرة الزائدة. بالضبط، اللي هي الغيرة غير المحمودة. طالما في ضوابط شرعية، أنا شايف إن في مبالغة بعدم الحديث أو حتى إلقاء السلام لزوجة العمة بلا يعني بلا أو لزوج العمة، وربما كان كبيرا يعني في سن يعني والدها. ما أنا بقول يعني هو مع الأيام ربما يعني هذا يذهب مع الأيام، ممكن في أول الأيام كده لا تكلمي فلانا ولا تكلمي فلانا، حتى الواحد يقول هذا يعني يعني في سن والدها، فبعد ذلك فعلا مع الخبرة ومع مرور السنين هو يقول يعني لا داعي، ما هذا الذي كنت أصنعه في أول أمري، ويلوم نفسه على ما صنعه في أول أمري. لكن يعني ده كان تأصيل قبل الإجابة، يعني سؤال ماذا تصنع؟ تطيع زوجها. تطيع ماذا؟ تطيع زوجها. هي تسمع لكلام زوجها ولا تتكلم ولا تلتفت لغير شيء لغير ذلك، وربنا يهدي الكل. نعم. أم محمد، وإنه لحب الخير لشديد. نعم. هي تريد أن تعرف معنى الخير هنا. نعم. تمام. نعم. وأني أحببت الخير عن ذكر ربي. نعم. تمام. الخير في الآيتين ما نعم. معناه؟ أما في سورة العاديات فقال الله تبارك وتعالى وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. الله عز وجل يقول إن الإنسان لربه لكنود، يخاصم ربه ويعاند ربه وينكر ويجحد نعم ربه سبحانه وتعالى، جحود. طب وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد، أي الإنسان يحب المال حبا جما، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفجر كما قال الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فمعنى وإنه لحب الخير لشديد أي الإنسان يحب المال حبا شديدا. هذه في الآية الأولى. الآية الثانية في سورة الصاد حين قال سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. طبعا المذكور في الآية قولان لأهل العلم، الخير هنا المراد بالخيل عامة، لكن هو استبدال الراء باللام يعني. الخير المراد بهنا الخيل. الخيل. لكن ايه معنى الآية إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي؟ قال بعض العلماء اللي هو لما صرح خيل الجهاد وخرجت وجريت ظل مشغولا بالخيل وينظر إلى الخير حتى فاتته صلاة كانت عليه في هذا الوقت. في صلاة العصر. قالوا صلاة العصر نعم. فنحر أو قتل ذيل لله عز وجل، وديت معنى فطاف مسحا بالسوق والأعناق، فوصل واستغفر ربه سبحانه وتعالى. هذا قول العلماء. هذه التي شغلتني عن ذكر ربي فأخرجها في سبيل الله. القول الثاني أنه ما فيش كده خالص، ده بالعكس بيقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي بسبب ذكر ربي أي بسبب شرع ربي. ذكر ربي أي الشرع، زي ومن أعرض عن ذكري أي عن شرعي فإن له معيشة ضنكا. فالمراد إني أحببت حب الخير اللي هو الخيل، لهذا ناشئ وبسبب ايه؟ عن ذكر ربي، زي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك. فهو يقول انا احببت الخيل ديت لانها معدة للجهاد في سبيل الله، وكان سليمان يحب يعني الجهاد بمعنى الباء. بمعنى الباء. بمعنى الباء السببية يعني السببية. عن هنا سببية. نعم عن هنا سببية اي بسبب شرع ربي سبحانه وتعالى الذي حببنا في الخيل لانها سبب في الجهاد. والمعنى الاول يعني هو الاقرب تقريبا الذي يعني المشهور عند الناس. تمام جزاك الله خير. نعم. يا شيخي الكريم وجزاك. الأستاذة ميرفت أمها حلفت ووقعت في اليمين. نعم. تمام. الكفارة هي سألت هل لو صامت يكون لابد أن يكون ثلاثة أيام متتاليات أم متفرقات؟ وأنا طبعا سألتها من باب يعني الاستزادة. نعم. نعم. لو كانت قادرة على الإطعام يكون في حقها الإطعام أولى أم الصيام أولى شيخي كريم؟ فتح الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعده فهذه المسألة ليس فيها الأولى وعدم الأولى، بل هذه المسألة مسألة ترتيب. نعم. يعني ليست مسألة تخيير وهناك أولوية ويعني غير. نعم. أولوية. لا، ده هناك أمور مؤكدة إن لم تستطع فتنطق الفتح الله لك. نعم. فالله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الثلاثة دول إيه؟ على التخيير، يعني متى فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد يعني كفر عن يمينه هذا.
طيب فمن لم يستطع، اللي ما يقدرش حاجة من الثلاثة دول، لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعني يحرر رقبة أو يحرر عبدا نعم. طب ماذا يصنع هذا؟ فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، يعني لا ينتقل إلى الصيام إلا عند عدم الاستطاعة. تمام. وإن صام يصوم 3 أيام متتاليات أم متفرقات؟ ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى وجوب المتابعة، ووافقه على ذلك جماعة من العلماء لما ورد في مصحفه، فصيام 3 أيام متتابعات كان يقرأها هكذا، وقال هذا هو الأصل في الأمر، صم ثلاثا صم شهرا صم كذا، أن يتتابع فيه. لكن جمهور أهل العلم على أن التتابع ليس شرطا، فلا أن تصم نعم يوم الاثنين يوم الخميس يوما بعد ذلك، التتابع ليس شرطا، لكن المسارعة بذلك محبذة جدا، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا شيخ الحبيب. طبعا هو سؤال لعله أتاني متأخرا، هل يجوز لشخص عليه ديون أن يضحي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن كان يعلم أن يعني دينه هذا ويعني كأسباب قادر على سداده، وهناك مصادر يعني تأتيه بالمال، والأضحية قد حضر وقتها، يعني بمعنى إذا خرج وقت الأضحية خلاص فاتت عليه السنة دي الأضحية، ويريد أن يتحصل على هذا الأجر وهذا الثواب، وفي نفس الوقت يعلم أن دينه هذا يعني مقضي لما عنده من مصادر سوف تأتيه، من مال سوف يأتيه، فهنا نقول له ضحي نعم حتى يعني تتحصل على الأجر والثواب، وبعد ذلك اقض دينك. أما إذا كان لا يثق في ذلك، وإذا كان يعني حالها فدوت، يعني لا، نقول له لا، هنا سد دينك، لأن الدين عظيم، وقضاء الدين هنا أولى من الأضحية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ حسام. أستاذ محمد الاتصال الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أستغفر الله بالخير يا محمد. الحمد لله يعافيك. يا رب يرضى عنا وعنك. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك يا أخي الحبيب أستاذ محمد، تفضل. عندي سؤالين لو سمحت يا عم أحمد. نعم. عندي سؤالين. السؤال الأول، والدتي توفت في 3/8 بالضبط. الله يرحمها. الله يعافيك. وكانت موصياني قبل ما تتوفي إن هي ما تخشش المقابر بالليل. معايا؟ نعم، الله يرحمها. وهي توفت بعد وهي سمعك، تفضل يا استاذ محمد، الله يرحمها. نعم، انت معايا ولا لا؟ هي كانت وصت بده، ويبدو انها دفنت بليل. حاضر، ماشي يا استاذ محمد. طب شيخنا الكريم، لو الام أو يعني امه رحمه الله عليها توفيت في هذا التاريخ، ويبدو انها ماتت بليل ودفنت بليل، وكانت وصيتها الا تدفن بليل، نعم، فما الحكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فهذا أمر قد انقضى، يعني لا شيء عليهم، هم دفنوها ليلا، لأن الدفن ليلا جائز ولا شيء فيه، ولقد دفن أبو بكر ليلا ودفن عمر ليلا، وتقريبا دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فيما أذكر أيضا، فلا شيء في الدفن ليلا. لكن هي وصت ألا تدفن ليلا، إكرام الميت دفنه، وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشريعة تدل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، الأسرع بها في كل شيء، فنقول يعني لا شيء عليهم في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمها وجميع موتانا، اللهم وأن يلحقنا بهم على خير، اللهم أمين يا رب العالمين. شيخ حسام جاد من علماء الأزهر الشريف، أتعبتك، الوقت دهمنا، في أسئلة معارف اللي معايا، لكن احنا أخذنا وقتا إضافيا، الله أكبر. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم. وهذا الأسبوع أنا أتعبتك معي كثيرا بسبب غياب فضيلة الشيخ شعبان درويش، شفاه الله وعافاه، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه. طبعا لحق الناس ألا أعيد الفتاوى، يعني إن تمكننا من ذلك، لأن الناس طبعا كما ترى ينتظرون برنامج ويتصلون، ولعل داع يدعو بالشفاء لشيخنا الحبيب ولجميع مرضانا، اللهم أمين. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.